اسمي فكرة أفندي. أنا روح من هون أحسن ما ألم عليك أهل البلد كلها. شفيقة أنا بدي إياكي، بدي أتجوزك. واللي بده يتجوز بيجي بالليل مثل الحرمية؟ شفيقة أنا جنيت من أول ما شفتك، بنكتب الكتاب وبنروح وين ما بتريدي، حتى لباريس إذا بدك. عم أقول لك انقلع من هون أحسن ما أفضحك ولم عليك كل أهل البلد. ما في وقت. الأعمار بيد الله، بس لازم يوصل بسرعة على المستشفى. الكومندان حابب يستجوبه، فينا نستجوبه هلأ؟ هلأ حالته ما بتسمح. طيب خليك معه لحتى تطمن على صحته. أنا بدي الكومندان يعرف أنه فقط واجبي كطبيب هو اللي بيخليني رافعه على المستشفى. لما كشفت عن راسها لقته طبيب على وشه، لا من تمه ولا من كمه. بتعرفوا هذا اكيد شي شاب من البلد ما هان عليه انه ياخذها فكره، قام ضربه على راسه. مسكينه يا شفيقه، شو رح يساوي فيها هلا؟ بدي اياك تدور على ضرغام وتخلقه من تحت الارض. على راسي حكيم. قل له يدير باله، الايام الجايه صعبه. على عيني. لا تخلي حدا يشوفك. حاضر ابو بسطه. نعم. دير بالك على شفيقه. ولو شفيقه بعيوني تنتين. تروح ترجع بالسلامه حكيم. او محمد دير لي بالك على بسطه قوام. ضرغام الله يخليك طول بالك، عم قلك في واحد ضربه بالحجر على راسه. حتى هذا اللي ضربه بالحجر لازم اعرف مين هو. انا كنت محسبتك انت، وخايفه يكون الفرنساوي محسبك انت. الله يلعن الفرنساوي وساتو. اصلا لو ما اجوا لعندي انا كنت رايح على بيت شفيقة. حرموني اكسر راس ترجمان بايدي. ايه منيح ما سويتها، لانه كانوا هلا جرجروك على الحبس. لك ما فشروه، لا هني ولا اللي اكبر منهم بيجرجروني على الحبس. خاطرك. وين رايح؟ على بيت شفيقة. لك لا تروح، العسكر محاوطين البيت. اول شيء حسبوا درغام اللي عملها، طلع الكابورال وعساكره هن كانوا عنده عم يفتشوه. وشفيقه شو صار فيها؟ شفيقه عم يحققوا معها واكيد راح تعترف. شو اغا شايفك مو مهتم بالموضوع؟ مهتم، بس في عندي شغلات كتير اهم. قلي البستان اللي ورا الطاحون شو صار فيه؟ أنا رحت لعند الأرمل مشان تبيع، رفضت، ما رضيت. تروح لعندها، تقول لها سليم آغا بده البستان. إيه، وبعدين؟ بعدين مسك لي من رقبتي وصار يسكر لي تمي واخذ الكيس وحطه على راسي. كملي لأشوف. بعدين ما عدت شفت شي، سمعت صرخة وحسيت ايدي عم تنغرس بلحمي، وفجاه ارتخت اصابعه، قام فلتني، نطيت لورا، طلعت قدام لقيته مبطوح على الارض وراسه كله دم. ها هلا وصلنا على المهم. شو شفتي غير الضحية فكرة أفندي؟ ما شفت شي، كانت الدنيا عتمة وأمي ركضت. يعني ما شفتي حدا ولا سمعتي صوت؟
أنا ما شفت شيء ولا كنت قدراني أسمع شيء. أرضي، إذا كنت عم تكذبي أو تتستري على حدا، عيونك التنتين بقلها؟ أنا ما عندي حدا أتستر عليه، وأصلاً ما عم أتستر على حدا. أنا ما عندي غير أمي المسكينة. رح تكون أمك مسكينة فعلاً إذا كنت عم تكذبي. وشو كان بده منك؟ قال بده يتجوزني. لك أنت شو عم تخرفي؟ فكرك بده يتجوزك يا مجنونة؟ ليش لا؟ بنت مثل القمر، لو كنت أنا محله كنت تجوزتها. convoque tous les hommes du village pour une enquête. سيدي عم بيقول لازم نجيب كل الشباب للتحقيق. ليش واقفة؟ روحي لبيتك. تحركي. خير يا أبسطة. الدكتور عمر وصاني خبرك انه خايف اتهموك بالترجمان، وقال انه دير بالك منيحة والايام الجاية كتير صعبة. الايام الجاية صعبة علينا وعليهم، لا تهكل هم، كتر خيرك. اوعى يمسكوك. ها لا تخاف، الكابورال تبعهم كان عم يفتش عندي لما انكسر راس الواطي. يلا بخاطرك يا أبسطة. لك اذا ما كنت انت اللي ضربت الترجمان لكان مين اللي ضربوه؟ وين رايحين؟ مشوار. ليش عم تسألي؟ لأنه ما في بالعادة تطلعوا بعد الظهر. بس بتعرفي ماما أنه اليوم مو عادي. يعني رايحين لعندي اللي ما بتتسمى؟ ماما شو عم تحكي؟ طلع من البيت ما في. أنا ما بسمح لبناتي بنات الآغا يختلطوا مع كلمة هبت ودبت. بس أنا بدي روح شوف شفيقة، لازم أعرف شو صار معه. لا بدكم تناموا بين القبور ولا تشوفوا منامات وحشة. روح لعندها ما في. شفيقة مالها مزنبة، فكرة هو الخنزير. خلص كتي، قلت لك ما في روحها يعني ما في روحها، مفهوم؟ شو يعني؟ بدك تقتل كل عساكر الفرنساوي والطالعة؟ يا ابني ما رح يخلوك توصل له. وبعدين شو بدي يساووا؟ أكيد عم يحققوا معاه. الساحة كلها مسكرينة، ما خلونا ندخلها. أنا لما بدي أدخلها بدخلها غصبا عنهم. من شان الأزع ما رح يخلوا حدا من طريقه. أكل نصيبه، الله لا يقيمه. شفيقة. درغام. شفيقة. الحمد لله على السلامة. درغم لا تتم بالبلد، الكومندان قالب الدنيا كل. هذا مو مهم، انت طمنيني، حدا اذاكي، حدا مد ايده عليكي؟ لا فشروا. الحمد لله على سلامتك. لو تعرفي شو صار فينا لما درينا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا امي. الحمد لله على سلامتها يا ام شفيقة. الله يسلمك. يلا خاطركم. الله معك. يلا شفناكم خير، خاطركم ام شفيقة. الله معك. خاطركم. مع السلامة.
شو درغام؟ شايفك عم بيت ام شفيقه. لو من خليتي احسن ما مصعلك رقبتك. ها لك لا تتمرجل كثير درغام، والله ببليك. انت بدك تبليني درغام؟ لك لا درغام، لك نزل ايدك، لك راح حلم مشان هبتي قدام العالم. عم بمزح معك. بس انا ما عم بمزح. بعدين انا ببليك. ها انت اللي عم تتهجم على بيوت الناس. انا شو دخلني؟ انا لا شفت شيء ولا بعرف شيء. كان شو جابك لهون؟ بلكي رجع المجرم. ما المجرم انكسر راسه وخلصنا منه. ولا وين كنت مبارحة بالليل بعد العشاء؟ يعني وين بدي كون؟ كنت ببيتي. انا بنام المغرب مثل الدجاج. كذاب ولا واحد مثلك بيضل طول الليل فايق. شلون بدي ضل فايق وانا بطلع على الشغل مطلوع الضو لغياب الشمس؟ شو علاقتك بالمترجم فكرك؟ أنا ما لي علاقة فيه. أنت اللي ضربته بالحجر على راسه. يا شوكة بيك، أنت كل حياتك بتعرفني. شو بتكون تلزقوني تهمة قتل هيك لله بالله؟ زور بزور؟ هاسو لا، بدك تعترف أن أنت اللي ضربته بالحجر. جيب اللي بعده. حاضر. أهلين نايف. يا درغام بدي اياك تمشي من هون بسرعة أحسن ما يتبلوك. إلا على أبوكم، على أبو الترجمان معكم يا أولادي الكلب. أطلع بسرعتك، كل زوينة، حركة. أنا ما بدي أروح قبل ما أخذ دحام لعند الشيخ بشير، لأنه الدكتور عمر برات البلد. يلا يا أمي، يلا نشوف في أكل. يلي صار صار يا أمي، والحمد لله على سلامتك. كلي يا حبيبتي. مالي أدران يا أمي. يا أمي كلي لقمة لقمتين تنفتح شهيتك. مالي نفسي يا أمي، قرفاني. من شو قرفاني؟ شو بدي أقول لك يا أمي؟ عم أتذكر صوته وإيديه. عم أتذكر شلون هجم علي بالليل. ما عم أنسى وشو اللي كان كله معبى دم. مرحبا يا جماعة. أهلين ليلى. الحمد لله على سلامتك يا شفيقة. الله يسلمك. أهلين ليلى. تفضل يا بنتي. تعرفوا يا جماعة، أمي ما كان بدها يعني إجي، بس غافلتها وهربت هريبة. ليلى، شفتي حدا من الدرك واقف براس الحارة؟ لا ما شفت حدا. شفيقة طمنيني، كيفك هلأ؟ أنا لازم أعرف يا شيخ مين هذا اللي رفع الحجر الكبير مثل البحصة وضرب الترجمان. ما كان يكون شهم مهلت عليه شفيقة. طيب مين هذا الشهم اللي ساوى شي بخصني؟ العافية يا دحاب،
الله يعافيك يا شيخ بشير. يسلموا دياتك. الله يسلمك. الله لا يوفقك يا شوكة الكلب. ذبحني. لا تشتم. كل إنسان بيعمل بأصله. الله عليم بذات الصدور. سامعين يا جماعة. رجعت الحملة. أنا كنت معتمد عليك يا دحام. لا تواخذني يا خضرام. أنت شفت اللي صار. بسيطة. إن شاء الله معافى. الله يعافيك. عن إذنكم أنا عندي مشوار ضروري. اهدى يا درغام. في شيء مهم وفي شيء أهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفيقة، شو هالبساط الحلو اللي عم تعمليه؟ بحياتك ما عملتي مثله. شو الفايدة يا أمي؟ بكرة بتنسي يا بنتي. بكرة كلنا بننسى. مساء الخير. مساء النور. أهلين يا ابني. كيف خالتي مشفيها؟ أهلين يا درغام. رح أعمل لك كاسة شاي. يسلموا يديك. أخذ دحام لعند الشيخ بشير. وقبل ما أرجع على الورشة قلت لحالي لمر لعندك وأطمن عليك. خير؟ شبك يا شفيها؟ خايفة يا درغام. خايفة كتير. عم اتذكر هديك الليله والحادثه والشهاده. الترجمان ما عم يروح من بالي. طيب انتي ما لمحتي اللي ضربه؟ لا. على كل حال هاد مو مهم. المهم هلا انك ترجعي تشتغلي عالنول وتساوي بسط احلى من الاول. حاولت اليوم بعد ما انت رحت. فتت على الاوضه طلعت عالنول حسيته غريب عني. حاولت أقرب منه خفت. حسيته كأنه وحش قاعد بنص الأوضة. بعدين كأنه خيوطه بلشت تناديني. كأنه البساط اللي ما كملته صار يناديني منشان كمله. قربت منه وقعدت اشتغلت شوي. لما سمعت صوته ارتحت. بلش البساط يكبر. تعرفي يا شفيقة، أنا يوم اللي توفت المرحومة أمي صار معي نفس الشيء. بتذكر إني نزلت على الورشة حسيت إنه كل شيء حواليه غريب. النار والدولاب والفرن حتى الطين. حسيت إني مو قدران أعمل شيء. ضليت كذا يوم مثل المجنون. بس بيوم من الأيام فقت الصبح طلعت عليهم حسيتهم إنهم حزنانين علي. الدولاب الواقف والطين نشفان والفرن بارد. بس عم ينادولي. بعد شوي اشتغل الدولاب وساويت خابة. وهي الخابة لساتني محتفظ فيها لهلا. تعرفي يا شفيقة، الفرنساوي مو هدفه يحتل أرضنا وبس. لا، هدفه أكبر من هيك بكتير. هدفه إنه يخلي الخوف يسكن فينا، يشلنا لحتى ما نقدر نساوي اللي بدنا اياه، وشوي شوي تصير حياتنا بلا معنى. هذا المعنى نحن الوحيدين اللي بنقدر نحافظ عليه. مشان هيك انت لازم ترجعي للنول، وامك ترجع تولد نسوان الضيعه، وام نايف ترجع تحكي حكاياتها. وكل واحد بيساوي اللي عليه، بس بيساوي بضمير. ساعتها لا الفرنساوي ولا غيره ولو قعدي عنا. استجوبوها لشفيقة وتركوها تروح، بس أكيد عم راقبوها. بدهم يعرفوا مين اللي ضرب الترجمان. مرهوم، فكرك مين عاملها؟
أكيد مو ترغام، لأنه لو شافه كان مسع رقبته وخلص عليه. شفيقة يا برهوم الله بيحبها وحاميها، يعني لو ما بعت لها القبضاي أبصر وين كانت هلأ. المسكينة مو ناقصة مصايب. تعرف برهوم، أنا بعرف شفيقة من وقت ما كانت صغيرة، وقت كانت عايشة مرتي. كانت تجي لعنا وتلعب هي وابنها الصغير، يلعبوا سوا. وأبوها الله يرحمه قبل ما يموت وصاني فيها. شفيقة أمانة برقبتي يا برهوم. أبيها أنا. إيه، وشفيقة كمان أمانة برقبتك. بنات البلد كلهن أمانة برقبتنا يا برهوم. سامح؟ نعم أمي. بشو يا أمي صافي؟ ما في شي. سامح، أوعك أوعك تترك العود والموسيقى. أنت بتعرف قديش بحبك، بتعرف أنك الشخص الوحيد اللي مدخل الفرحة لقلبي رغم الكابوس الكبير اللي عايشة فيه. بس يا أمي لما بسمع عزفك بحس روحي بترجع لي. مالك شايفة يا أمي الأغا شو عم يساوي؟ بده يتحكم فيني ويمشيني على كيفه. أبوك قتل كل شي حلو بهالبيت، بس لا تخليه يقتل الحلم اللي عايش جواتك. بس أنا ما بقدر واجهه. لازم تواجهه وتاخد يلي بدك اياه. أنا بخاف عليكي. علي أنا؟ ايه انتي، لانه بالاخير انتي اللي بدك تاكليها، وانا ما بدي اياكي تتاذي اكثر من هيك. اكثر من هيك اذى ما عاد في، بس انا ما بقى يهمني شيء بالدنيا كلها غيرك انت ورابح. رابح الله يرضى عليه مشي ورا ابوه، الله يستر يا ابي. رابح بده يطلع مأذي مثل ابي. لا تنسى انه اخوك. بحياتي ما حسيت انه اخوي. رضاي عليك لا تحكي هيك. انا بخاف على هالبيت لأنه في كتير شغلات ناقصة فيه. العواطف، المشاعر، مشاعر الأب تجاه أولاده ومشاعرهم تجاهه. مشاعرك أنت وياه. سامح جيب رود. لا أمي مو هلأ، الله يخليكي. لا ترفض لي طلبي. Thank you.
dit que c'est du hasard. Et maintenant, 24 heures, je perds à la fois mon interprète et le gardien de l'entrepôt. C'est du hasard, peut-être ça aussi. Mais mon commandant, ce ne sont peut-être que des incidents isolés. Un vol de provisions, un assassinat, une agression due à la jalousie, je ne vois aucun lien entre tout cela. Nous perdions autant d'hommes lors de nos entraînements. Ne dites pas n'importe quoi, lieutenant. Nous savons très bien comment et pourquoi nous perdons nos hommes pendant les entraînements. Maintenant, c'est comme si une force invisible les traquait. Nous renforcerons la garde, mon commandant. Et puis nous pouvons toujours procéder à une nouvelle saisie d'armes. Et qu'est-ce qu'elle nous a rapporté la dernière fois, cette saisie? Quelques centaines de vieux fusils usagés. Et en échange, nous avons perdu des fusils tout neufs. Nous avons à faire face à une guérilla bien organisée et bien entraînée, lieutenant. Qui se sert en plus de nos propres armes. Bon. Il faut renforcer les gardes et multiplier le nombre de patrouilles sur les routes. Vous donnerez également l'ordre à chaque famille de nous fournir l'équivalent d'une charrette de pont-bois. Quoi, mon commandant? Du bois? Oui, lieutenant. Du bois. L'armée a toujours besoin d'un bois de qualité. De plus, cela occupera les voleurs et nous permettra de surveiller la population. Vous comprenez maintenant? Je comprends, mon commandant. Caporal, est-ce que vous avez des nouvelles de l'interprète que j'ai demandé? Nous avons envoyé un télégramme et il nous a répondu que c'est le général Goro lui-même qui s'en occupe. Le général Goro s'intéresse personnellement à mon interprète. Quel honneur! Et moi, je suis ici et je me débat avec des petits voleurs et des petits criminels. N'oubliez pas, Martin, il me faut absolument l'un de ces criminels. N'hésitez pas à procéder de temps en temps à quelques exécutions. Vous pouvez arrêter les perquisitions, elles ne nous rapportent que des bricoles. Contentez-vous de surveiller les armes. مرحبا عمي. انت وديع؟ ايه عمو. قديش عمرك؟ 7 سنين. روح نادي لامك. كيفك اختي مودية؟ كيف بدي اكون؟ قصف عمري الله يقصف عمره. طولي بالك، هدول للولاد ما في شي من واجبي. ما بيسوى هيك، انت ما لازم تاكلي هم. انت مثل اختي، ولاد ابو وديع كمان مثل ولاد اختي. باذن الله ما راح ينقصهم شي طول ما انا عايش. مشانك ومشان الولاد لازم تكوني قوية لحتى تطلعيهم قوايا يقدروا يواجهوا الدنيا ويعرفوا ليش أبوهم استشهد. لي على أبتي يا بودي، ليش عشتي من بعدك؟ ما بيجوز يا مودية، البكي على الشهيد ما بيجوز. طولي بالك وشدي حيلك، وانا جيت اقول لك انه دمه ما راح حدر. نحن عم ندفعهم حقه كل يوم مره ومرتين وثلاثه، وراح يضلوا يدفعوا. مرحبا يا جماعه. اهلين فوزيه. كيفك اخي برغام؟ الحمد لله، بنشكر الله. انت كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. فوزيه ديري بالك على اختي مديع. انا جاي اطمن عليها. أصيلة، تركتكم بخير. مع السلامة. الله معك. كيفك هلا أمودي؟ خليها لله. ما بعرف شو بدي لك.
بس لازم تعرفي انه نحن كلياتنا واقفين معك، ما رح نتركك ابدا. شو الفايدة يا فوزي؟ ابو وديع راح. مرحبا اغا. اهلا مختار. جبت لك المرة صاحبة الطاحونة والبستان. شو ما اعطيتها المصاري؟ بلا. ليه جبت لك ها؟ بس الطاحونة والارض بيسوق اكثر من هيك يا اغا. شو ما فهمتها مختار؟ ما بيصير الا مثل ما بدك اغا. ما قلت لك لا تاخذ وتعطي معه، امشي روحي روحي روحي. مرحبا عمي. يا اهلين يا بنت، ما اجيتي اخذت الحيطان؟ كنت مريضه وما عم اشتغل. اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الله يسلمك. شفيقه بدي لك شغله، انا نازل على المدينه بدي اجيب شويه بضاعه، عم فكر اخذ من عندك كم بساط وبعلك اياهم بالمدينه. بالمدينه؟ بس ما رح يعجبون. وليش بقى لحتى ما يعجبون يعني؟ يا عليم الله، انت احسن من سوى بسط بكل هالمنطقه. الله يسلم دياتك. الله يسلمك. طمنيني كيف الوالده؟ انا على كل حال قبل ما اسافر رح امر لعندكم ان شاء الله. هي بخير منيح الحمد لله، وبتدعي بسلامتك. شفيقه لا تخافي، نحن كلياتنا معك، يعني لو ما ضربوا هذا الخسيس كنت انا يلي ضربته. بلاغ يا ناس اسمعوا، والحاضر يبلغ الغيب. بلاغ بأمر الكوماندان الحاكم العسكري ومندوب قائد جيش الشرق المظفر، يأمر جميع السكان كافة بتقديم عربة من الأخشاب الجيدة والصالحة لبناء الأثاث، وعلى الجميع تنفيذ هذا الأمر، وكل مخالف يعرض نفسه لأشد العقوبات. والوالد كيف صحته؟ الحمد لله مليح. أنا وجاي شفت الناس حاملين بلطات، شو ما عاد بدكم الغابة؟ لا يا رجل، بس هي شغلة جديدة طلع فيها الكومندان. على كل حال سيد فؤاد، أنا بعثت لك خبر مشان شيء تاني. خير. أنا بعتقد إنه صار الوقت تتحركوا أنتوا والشباب منطقتكم بالضبط. نحن جاهزين. تسلم يا رب. بس أول ضربة لازم تعمل دوجي، يعني ما تنحس كأنه حادثة عادية. ديروا بالكم وشدوا حيلكم وقعوا حدا من الأرض. ولا يهمك، تأمرنا بشي تاني؟ سلامت عيوني. الله يسلمك يا رب. سلم لي على الشباب وعلى الوالد. بعيوني. السلام عليكم. الله معك أخي فؤاد. مع السلامة. عشان تعلمني اول درس بالفخار. تكرم عينك، الحقني على الوشي. كل واحد يقول اسمه ومهنته شو بيشتغل. يلا شوف. اسمي صافي الحداد، صار لي جمعتين غايب عن الضيعه. المختار بيعرف، لانه هو اللي بعتني صلح بوابه عبد الجبار اغا. وانت ولا انا؟ سيدي انت ولا
شو قعدتك مرة تعيد سؤال عليكم يا؟ حسن عتال سيدي، بشتغل بالمينا، صار لي 3 اشهر غايب وهلأ جيت زور أمي المريضة. يعني جايب معك مصاري؟ من المصاري يا حسرة؟ جاي تزور أمك ومو جايب لك معاشي؟ لتضرب بتسمع. وانت ولا؟ سيدي أنا اسمي جمعة وترزع على باب الله. سيد غوالك أخسكم تستلموا مازل نتبادل من الفيلاجة نسمي دغنية. بيان أمنالي دون الفوري كي الكوب دي بواكم لزو أطرنا تنون بارس كي لاريبرا في كرات سيل مير يسرون إكسكوتي. Nous commencerons à envoyer le bois au port dès demain matin, préparer les chariots nécessaires. Bien, mon commandant. Est-ce qu'il y en a d'autres à part ces trois-là? Non, mon commandant. Il y a juste le propriétaire de Bressoir d'Olive et le bottier. Et j'avais déjà envoyé leur maison quand l'interprète a été agressé. Bien. Ne parlons plus de cette histoire ridicule. Toutefois, s'il arrive quoi que ce soit, vous pourrez exécuter l'un de ces trois pour effrayer les autres. أول شيء لازم تعرفه بصنعتنا عمي صالح إنه صنعتنا فيها 3 شغلات، فيها مي وفيها تراب وفيها نار. بالمي والتراب بنساوي العجنة وبنشويها بفرن النار، بس أهم من هاد كله إنه أنت عم تساوي الفخارة تحط فيها كل شيء بتحسه. يعني إذا كنت زعلان لازم تطلع الفخارة زعلانة، وإذا كنت فرحان لازم تطلع الفخارة فرحانة. ركز مخك مشان تعمل شغلة حلوة، لأنه الفخارة ما لقيمة إذا ما كانت حلوة. يا خالد اهلين وسهلين. شايف يا ابو بسطة خربنا الغابة. لا ذنبك ولا ذنب الناس. خلصنا يا اغا، حملنا اخر شجرة. يلا ضب العدة وخلينا نرجع، بكرة الصبح بنكمل. يلا وانا ماشي كمان. إذا معك محل بالعربية حمل لنايف. نايف هون؟ ايه هنيك جنب الصوبرات. دل الشباب على الطريق، أنا سابقكم لهنيك. ماشي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. ويعافيك. شو شايف الموظفين كمان عم بيقطعوا شجر؟ جيت ساعد الوالد بعد الشغل. شلون بدكم تنقلوه؟ بنحطهم لهون لبكره الصبح، وبكره بنجيب عرباية وبنحملهم. لا لا، حطونا على العرباية تبعنا. الله يوفقك يا ابني. اهلين عمي. يلا انا سابقك. ماشي لحق. بتعرف انه تقطيع هالشجر بحز بالقلب؟ ماني عرفان شو بدهم بكل هالخشب. خالد انت لساتك مصمم على السفر؟ والله يا نايف ما عدت اعرف. لا بشوف شو عم بيساوي العساكر بالناس بقول لحالي ما بدي. بس برجع بفكر انه في يوم من الايام رح يصير عنا جيش، جيش لبلادنا يدافع عنا. بقول لحالي لا، بدي روح وادرس. معك حق تحتار، وانا عم يصير معي نفس الشيء. شو شباب؟ شايفكم قاعدين؟ وانت شو دخلك؟ ها؟ شايفك عم تحكي وكأنك ضابط. لسه ما في ولا شريطة على كتفك.
انت بتعرف انه انا ابن مين قبل ما اصير ضابط. سمعت انه في عندكم بسط للبيع، كنت حابب اشتري بساط صغير، ممكن تورجيني شو في عندي؟ تكرم عينك، لحظة إذا بتريد. شفيقة وين؟ شفيقة مو هون. طيب مثل هيك بساط قديش بيسوى؟ ولو بدنا ناخذ حقه منك؟ أنا جاي أشتري. مثل هالبساط بنبيعه بربع ليرة. طيب أنا بدفع لك فيه ليرة ذهب. ليرة ذهب؟ هذا رعبون. بس إذا شفيقة بتطلب أكثر أنا جاهز للي بدها إياه. يعني من البلد ومو من البلد. شو بتشتغل؟ فلاح؟ كنت. ليش تركت؟ ما عاد عندي أرض. شو جاي لعند الكومندان؟ من وين عرفت؟ أكيد هيك مرة وهيك عربية، لوين بدهم يجوا يعني؟ كيف الأحوال عندكم؟ الحمد لله هادية. بس أنا سمعت غير شيء، المترجم تبع الكوماندون بالمستشفى. هي حادث شرف عادية، هو تزعرن شوي قام تكسر راسه. بتوصلني على البلد؟ البلد ما بتضيع والطريق أمان. عن إذنك.